مرحبا بكم جديد، مواصلين مع مختلف ملفات الحقائق الأربع بالنسبة لليلة، لكن قبل ما نجي إلى ملفنا الثالث ليلة ذكركم برقم الواتساب اللي من خلاله تنجموا تتفاعلوا معنا، تبعثونا مختلف المقترحات متاعكم على هذا الرقم وإلا تسجلوهم بأصواتكم وتبعثوهم كيف كيف رسائلكم اللي ننتظرها في الطلب متاع الشهود اللي قدمه لكم هذا على السيد المختفي اللي نحكي عليه. نحكي على السيد هذا اسمه بشير عيساوي. بشير عيساوي عمره 62 سنة، هو عامل يومي أصيل القروان معتمدية الجباس، كان من يشغالت في اسمها. اختفى عنده مدة طويلة بشير، من 27 جويلية 2021 اختفى في تونس. هو أصيل القروان لكنه اختفى في العاصمة. هيك الصورة تشوفوا فيها ونخليوها أملا في أنه فما شكون يتعرف على بشير العيساوي يتواصل معنا على رقم الواتساب اللي قاعدين تشوفوا فيه. نمشي إلى ملفنا القادم، ملف باش يهزنا للحديث على هذا الشاب. نحكيه على نوفل الوصيفي، عمره 32 سنة، أعزب نوفل باش يصير له حادث مرور قاتل. حادث مرور في الأول الناس الكل باش تصور أنه حادث كما يصير في الحوادث، وهي كثيرة حوادث المرور القاتلة اللي عنا، إلى أن نكتشفوا أنه في الحقيقة السيد المتسبب في الحادث لنوفل ما هوش إنسان عادي بين ظفرين، هو قريبه ثم بيناتهم تاريخ من العلاقات، علاقات عندها مدة وهي متوترة ما بيناتهم الاثنين. فشنو اللي صار زعما بالضبط؟ هل قاعدين نحكيه على حادث ولا نحكيه على جريمة مخبية في شكل حادث؟ ضربته ما شفتوش، تقرير الحقائق الأربع. القصرين بين معتمدية سبيبة وجدليان، تحديداً دوار الوصيفية، دوار صغير فيه عشرات الديار أغلب سكانها عندهم صلة قرابة ببعضهم. سبعة متاع الصباح تقريباً موتور ومطيش في وسط الكياس، تليفونه ملوح في التراب، وهو على حافة الطريق ينزف وعنده آثار إصابات بليغة. شكونو السيد هذا؟ وشنو اللي صار له؟ نوفل لوصيفي، نهار لحد 20 أوت 2023، الستة ونص متاع الصباح، جاء تليفون النوفل خليه يخرج مزروب. ألو، باهي باهي، انا جاي. امي اسمعني، مش نوصل القضيه، ما نبطاش، انا جاي. حضر لي الفطور، باهي حضر لي يبرد راه. لكن دقائق من بعد وليسوء حظه، كهربا كانت متعديه بسرعه كبيره تضربه ويهرب سائقها ويخلي نوفل مطيش على حافه الطريق ينزف. طالب نسمع في التليفون بتاع نوفل ينقص. ما سالتش بنيتي، ما نجمش نسال. ايه ولدي، مش نقولوا شكون يطلب فيك، ما نجمهش. عام ودخل بحذاي حل فريجيدين، قال لي يا ماما كطماطم عاملي لي فيها شوي ثوم. هو مازال كهبطني طرف طماطم، مازلت ما قليتهمش، مازلت قشرت شويه الثوم. والطفل جاي خطفني على الميتور، قال لي يشري راه ولدك عمل الحات. مشيت نقاميت
ثواني قليلة، وطبيب متعدي بكرهبته من نفس الكياس تفطن للحادث وحاول يسعف الضحية، لكن نوفل فارق الحياة. العائلة وأهالي المنطقة اتوقعوا أنه اللي صار لنوفل كان نتيجة حادث مرور قاتل من سائق مجهول ضربه وهرب. لكن ساعات بعد الحادث تفاصيل جديدة باش تظهر وتقلب المعطيات. قدام مركز الأمن الوطني بيشتم معاينة الكرهبة اللي ضربت نوفل، وشافها الطبيب اللي كان متعدي وقت الحادث قبل ما تهرب. الكرهبة واقفة والسائق ماليه حتى أثر. ساعات بعد الحادث باش يجي المركز الأمن شخص يسلم روحه ويعترف أنه ضرب راجل كان على موتور ما شافوش. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. أنا مجيبش نسلم روحي، الصباح ضربت واحد بالموتور ولا من عشني صارت مهماش دخلت بعضي من عش علي ميت حي المفيد خليت كربة البرة وأنا مجيبش نسلم روحي. ما حكيت الثلاثة ونص يمشي وقف روحه بالمركز بيض يقول لهم أنا عملت حادث مورو يعني ضربت واحد، قال لهم أنا ضربت ما عرفش قالش لهم أنا ضربت السيدة ذاك ولا السيدة ذاك، كرف الموضوع. السيد هذا هو علي، 35 سنة، فلاح. لكن الغريب أنه علي والضحية نوفل يعرفوا بعضهم مليح بما أنهم يسكنوا في نفس المنطقة، مش هذا برك، أما زادا يقربوا لبعضهم. فهل الحادث صار عن طريق الصدفة وإلا الحكاية خبي سر آخر؟ بعد حادث المرور اللي كان ضحيته نوفل، اختبارات فنية وطبية صارت ونتائجها باش تكشف تفاصيل مثيرة. حبيبي بجاوي، شنو اللي باش تثبتوا هذه الاختبارات الفنية اللي باش تتعمل؟ أول حاجة حمزة، الحادث باش نفهمه أكثر صار تقريبا كما باش نشوفه في الخريطة، صار تقريبا على امتداد 300 متر من معتمدية جدليان حتى يكشي المدخل سبيبة. الاختبارات الفنية حمزة أثبتت أنه تم الاصطدام بالدراجة النارية متاع الضحية من الخلف، وهذا عكس اللي قالوا المتهم، قال ما نعرفش منين خرج لي وضربته من الأمام، لوغكو التقرير يقول أنه الضربة جيت من تالي. كيف الاختبارات الفنية حمزة أثبتت أنه تم جر الضحية والدراجة النارية متاعه على امتداد 10.60 متر، هذاك علاش أدى لسقوط الضحية. المتهم ما اكتفاش بهذا وكمل يجر في الدراجة النارية على امتداد مسافة 212 متر من بعد 200 متر للموتور من بعد هبط بعد الموتور وتوجه المركز الأمن الوطني وين خلى السيارة متاعه واختفى. كيف حمزة، تقرير الطب الشرعي أثبت أنه الضحية متعرض لعدة إصابات بليغة سببها الجر والدهس، هذاك علاش أدى لوفاته. وهذاك علاش باش يخلي أنه الأمور تتجه نحو نقاط الاستفهام الغريبة اللي ترجح وأنه في الموضوع أكثر من مجرد حادث مرور. رجعت لك 10 مليون يا ودي، ماشي دور بقى، ماشي تحكي معها جملة كهو، باش نحكي معها باش تفضوها بينات بعضكم وناخذوا فلوسي على راسي.
يكون لبس علينا يكون نقابلوا في بعضنا صباح الخير صباح النور اهلا بيك نقابلوا في بعضنا الناس كل حتى من اخوك كان يقابل في صابر وامورهم واضحه حتى يمشوا ويشربوا مع بعضهم فجاه تبدلت المعطيات نوف اخويا عطى هذه فلوس مسلفها من قارب 26 مليون مادت لي 10 بقيت مناوشه في 16 مليون 16 مليون هذوكم ولت فيها مشاكل هذه فلوس مسلفها من للمرت بويو عطاته شيء بالكتب عطاته شيء بعشر ملايين وقعت البقية قلت لي هنا ودي برا واحد أمرك ربي ما حشنيش سيدي بالفلوس هذيك هي كيفاش وقع أهلا بيك صباح شنو حوالك بس عليك شعامل استنى فيك هاي بيه سافا هذا ما لما نمتعك بيه 16 مليون تهنى هكا توبش نقلبك يا خيينا عايش كاي باي باي قرابة 26 مليون رجعت له منهم كان 10 ملايين هذاك علاش نوفل قعد شدد صحيح باش يسترجع فلوسه وتدخل عليه في الخلاف باش يدافع على مرتبوه القريب منها جمعة قبل الحادث صار خلاف بين علي ونوفل في الوقت اللي كان مروح هو وامه تعرض لهم علي وصارت عركة تدخلوا فيها أهالي المنطقة وظنوا أنه الموضوع وفاء إن خلي بن عمنا علاش نقعد ما بيش لعبات تشكي بيه ودعنا أمر الرب ويسكت من بعدك هو كل مرة يعمل أنه مناوشة كل مرة يعمل أنه مشكلة المرة الأولى شد ولدي صوته داروا فيه خمسة من الناس صوته هزيته للسبيطار وكل شيء عندك ما هزيته للسبيطار عالجته ومشوا للحاكم وتوقفوا وروحوا ديما يتعارك هو ديما يعرض لي عرض لنا نهارتها عمل لنا براكاش في السبعة ونص مروح بي أنا كنت نخدم عندي شغل فهمتي وعرضنا عملنا لنا براكاش قصيناها المشكلة يضرب فينا وكل شيء وعمل فينا ليلتها ومشى كسر لنا السبابيل وعمل فينا قبل يظهر لي لكن أربع أيام قبل وفاته باش تصير لنوفل حادثة غريبة خرج نوفل الصباح من الدار وعلى غير عادته ما روحش في القايلة وبما أنه فما خلافات بينه وبين قريبه العائلة تحيرت عليه وعلموا الوحدات الأمنية على اختفائه جيت نبلغ على ولدي خرج من الصباح لتو ما روح فركزت عليه في الدنيا الكل نطف البورتال طب المسكر ما نعرفش عليه شنو حكيته بالضبط بعد ساعات من البحث مع ماضي ثلاثة متاع القايلة وفي البلاصة هذه البعيدة على دارهم باش يتلقى موتور نوفل مطيش وعلى بعد أمتار قليلة صباته على حافة الطريق وهو ما فماش وبعد البحث عليه باش يتلقى نوفل مرمي تحت شجرة زيتون مضروب على راسه وينزف وحوايجه مقطعة جريت على مركز الحارس قلت لهم راه ولدي ما لقيتوش لقاه ملوح في الزيتون في زيتون لما الزيتون حذانا من هك لقاه ملوح حفيان وحالته تشكرب أشكل ميتور نلقاه هنا في الكياس في الطريق أنا ملوح كي جيت هابطة وليت نلوج درت الزيتون لوجت ما خسيت ولوج ناوي باي تم نقله للسبيطار وين تلقى العلاج هزينا للطبيب عاد عليه الدكتورة عادت قلت لي مضروب على راسه أما نوفل ما حب يحكي حتى شيء علي صار له ولا على شكون اللي ضرب شكون ضربك؟ ما ضربني حد تكلم شكون اللي ضربك؟ ما ضربني حد تكلم ما ضربني حد واحد شكون عمل فيك هيك؟ حد واحد كي مشيت ليه للسبيطار وش بيك وش بيك لا حب يضوينا على حاجه لا حب يقولنا حاجه ما حبش يقولنا حتى شيء ادي اسمعني غير باش ناخذ فلوسي من تو يا ودي انا فلوس نتاعك تحكي ما عادش تعمل هذيك غني باش ناخذ انا فلوس ما ثم حتى فلوس ادي في بالك بهم انا 26 مليون باش نعاود ناخذها امريكل ماهوش امريكل ليه امريكل 26 مليون باش تطلع باش تهبط راني باش ناخذها
بعدها باش يصير خلاف آخر بين نوفل وعلي بسبب مطالبته بفلوسه مرة أخرى. مسلفك 10 مليون رجعت لي 10 مليون مسلفها 26 مليون وانت تعرف لي هما 26 مليون الليلة باش ناخذ فلوسي تطلع تهبط تفضها بينات بعضها الليلة فلوسي يكونوا عندي. خلاف باش يتطور ويتم إيقاف زوز أطراف ومن غدوة يتم إطلاق سراحهم بعد ما تسام عاودوا لي متغدوا يزيد يتصير مشكل يتوقفوا فيها سي المتهم وخوي المرحوم هاو وقفوا قدام كل جمهورية وقفت معاهم ساقطوا لا المشكلة عاركة عاركة علاش على الفلوس اعطيني فلوسي تعاركوا وقفوا قدام كل جمهوري سيبهم كل جمهوري. لكن نهارين برك بعد الخلاف هذا صار حادث المرور وتوفى على إثر نوفل. تفضل ولدي. عم بو بكر ما بتعرف المدة الأخرى كثرة المشاكل بيني وبين نوفل صحيح نحن جيران وصحاب ونقرب لبعضنا جاي نحب نفض المشكل. حادث تأكد بعض الشهادات فيه أنه المتهم جاي لدار نوفل ساعات قليلة قبل ما يصير الحادث وتحديداً مع مضي ساعتين متاع الليل طالب الصلح لكن نوفل في الوقت هذا كان حاضر في عرس هذاك علاش بوه طلب من علي باش يرجع الصباح ويفضوا الخلاف. جاني لهنا ما مضي ساعتين متاع الليل معاه مرافق اسمه جاني قال لي يا خالي مش نمشي للصالح قلت له خنت الصالح ما يجي في الليل تو الصالح ويطع نهار وهو من عاشر غدوة من الصالح ضراو مبيت على في الوقت اللي جاي لهنا يرصد ضراو يرصد في ولدي اللي هنا في الدار ولا لا بيت ليله كامل مروحش نظام لداره بالكهرباء. علي ما روحش وقعد في الكهرباء مع اصحابه في المنطقه. وين ننطلقوا الولاد؟ يا مرحبا بك يا جوني. ساري للصباح اليوم عاد. الولاد كيفاش وين الخرجه اليوم؟ يا برا ملتقانا من بعد مالا هيك هو في القهوه مالا اوكي نكلمكم ان شاء الله جاكم بيان. من بعد زوز من اصحابه روحوا قبل وقوع الحادث باستثناء واحد بقى معاه ويقول انه كان راقد في الكهرباء وفاق بحس الضربه وقتها علموا عليه انهم ضربوا شخص مجهول كان على موتور ويأكد انه ما عنده حتى علم مسبق بالحادث. شبيك شفما؟ شي ما نعرفش ضربت دخلت واحد ما نعرفش منين طلع لي كيفاش ضربت؟ والله ما نعرف هاي نمشي وهاي نمشي في ساعة يدي هاي نهبط وبالك شي مات الراجل خلينا نعرف عليه ليه يدي هاي نشوفوه شبيك. توجهنا لدار لميا كما باش نسميوها مرت البو باش نزيدوا نفهموا منها الحكايه خاصه وانه الخلافات بين المتهم والضحيه بدات بسبب الفلوس اللي خذاتهم هي لكن بعد دقائق من الانتظار علمونا انها غير موجود. السلام عليكم. السلام مدام سامح هونيا؟ لا وقتش عندك شي رقمها ولا حاجه؟ لا لا مش تسكن هونيا هي؟ ايه اما هي مش موجوده حوار التونسي حاجتي بيها الموضوع نحب نسألها حاجة. باه كي جيت نقول لك. باه نخلي لك رقمي. ما نسمعش عطيني رقمي. قايد 28. لميا مرت البو تم إلقاء القبض عليها مباشرة بعد صدور تقرير الطب الشرعي ونتائج الاختبارات الفنية نظراً لزوز أسباب أولها أنه صارت مكالمة هاتفية بينها وبين المتهم علي وقت وقوع الحادث وثاني حاجة السيارة اللي صار بها الحادث كانت سيارتها هذيك علاش تم إلقاء القبض عليها وبعد بيامات تم إطلاق سراحها نظراً لأنه ما فماش دليل كافي يدينها في القضية هذه. اليوم علي المتهم موقوف على ذمة التحقيق وتوجهت له تهمة القتل العمد مع سابقية القصد من صداقة العداوة كبيرة بيناتهم من حادث مرور لزوز أشخاص ما يعرفوش بعضهم الشبهة جريمة قتل عمد بين زوز أقارب بيناتهم خلافات سابقة وصلت لحد الاعتداء بالعنف والوفاة واحد منهم.
وإذا عندك معطيات على هذا الملف ندعوك لأنك تتواصل معنا عبر رقم البرنامج إذا تنجم المعطيات متاعك تفيد في هذه القضية لتظهر من الأول حادث ولكن يتبين مبدئيا أنها جريمة قتل وربما جريمة قتل مدبر. هذا اللي مازلنا باش نتبعوه وإحنا ماشيين إلى رابع ملفاتنا بالنسبة لليلة. ملف باش نمشيو نحكيو فيه على حدث صار عنده سنين هو زادة كان في بالنا به من الأول اللي هو مجرد حادث قبل ما يظهر هو زادة اللي موضوع يتعلق بجريمة أما المرة هذه جريمة لإخفاء التلاعب في صفقة كبيرة. على شنو نحكيه بالضبط؟ شوفوا معايا هذه الصور. الصور هذه ترجع لي القاطرة قاطرة متاع نقل الفوسفات شفتوها هذه؟ هذه القاطرة وهي محروقة تحرقت قاطرة الفوسفات هذه في ماي 2020 شفتوها كيفاش؟ ما يغركمش وضعيتها هكا تظهر كومة من الفراي. القاطرة هذه تسوى برشة فلوس تسوى مليارات. سيتبين مبدئيا أنه اللي صار لها مش حادث متاع معناها حادث أدى إلى أنه تحترق وإنما حادث إجرامي أو حادث إجرامي. شوفوا معايا مليح في علاقة بشنو ينجم يكون صار هالحادث. الحقائق الأربعة تحصل على الصفقة اللي تعملت بها القاطرة هذه وقاطرات أخرى. صفقة فيها قرابة 10 مليون أورو يعني نحكيه على قرابة 35 مليار توانسة. 35 مليار تشريت بهم قاطرات وأشياء أخرى. القاطرة اللي كنتوا تشوفوا فيها هذيك تشعل شفتوها قديش تسوى هيك اللي عليها الدورة هذيك تسوى 1200 مليون أورو يعني قرابة 4 مليارات توانسة. هذيك اللي شعلت فيها النار. وعليش شعلت فيها النار؟ خاطر باش نكتشفوا أنها كان فيها جملة من الإخلالات وهالإخلالات خلت بحث يتعمل في هذه القاطرة. يا أخي فجأة شعلت فيها النار وربما تكون طريقة للتخلص من أدوات إثبات متاع صفقة فساد. أحرق الدليل تحقيق الحقائق الأربعة. اه نجيب شو تدني لهنا؟ نحتاج باش ناكل حقي. برا عطيك دنيا تحتاج وترى محروق اذا بروح من هنا. ولاية قفصة معتمدية المظلة 15 ماي 2020 8 ودرج متاع الليل. هذا الأزهر المسؤول على الحراسة في إقليم شركة فوسفات قفصة في المنطقة يجري لازم يخلط يطفي النار اللاهبة في واحدة من قاطرات جر الفوسفات. الحماية المدنية على عين المكان وعوان الشركة والمسؤولين الكل يحاول ينقذ ولو جزء صغير من القاطرة هذه لكن ما هو باش يقعد منها حتى شيء وباش تتحول لرماد. كي مشيت غادي نلقى الدنيا طفوا في التران وما الناس يعني اللي حاولت باش ننقلوا التران ثاني للمشاميه خاطر هما جوج متشاميين نهزوا في التراب ونصبوا على التران هذاك. ما تم حتى شيء في كياس. حريقه باش يمشي في بال اغلب المتساكنين انها مجرد حادث خاصة وأنه سبق وصار حريق في نفس الإقليم في 2016. فهل أنه احتراق القاطرة كان بالفعل مجرد حادث ولا هي جريمة تخبي وراها أسرار أخرى؟ المعاينات الأولية باش تبدأ وساعات من بعد الحريق اللي كان مجرد حادثة باش يتحول لشبهة عمل إجرامي مخطط والناس الكل باش تولي تحكي على القاطرة هذه اللي باش يظهر بالأبحاث الأولية أنها مع قاطرات أخرى موضوع بحث في شبهة فساد في إطار صفقة لقاطرات عرفت إشكاليات منذ اقتنائها.
حقائق الأربعة تحصل على البحث الإداري اللي يصدر على مصالح شركة فوسفات قفصة تاريخ 18 ماي 2020 ولأقصى فرضية الحادث، وجاء فيه تدوين صريح لرئيس قسم الشحن اللي يقول فيه: بعد استعمال القاطرة الليلة الفارطة تم قطع التيار الكهربائي بواسطة القاطع الرئيسي واحتفظت بالمقبض، وهذا ينفي فرضية التماس الكهربائي أو مشكل فني. أكثر من هكا، نفس التقرير يؤكد: تبعاً لما سبق ذكره نرجح أن عملية اشتعال القاطرة عملية مقصودة تمت بفعل فاعل. شكونوا إذن الفاعل؟ الأبحاث الأمنية والقضائية تتوجه في البحث عن العمل الإجرامي وتفاصيله، وباش تعين المحكمة أكثر من خبير باش يجري معاينات فورية على عين المكان. شنية باش تكون نتيجة المعاينات هذه وشنو ينجم يكون صار؟ مروة، شنو اللي صار بالضبط في هذه القاطرة اللي خلينا نجزم تقريباً أنه حرقها صار بطريقة ممنهجة ومنظمة؟ الحرق بطريقة ممنهجة ومنظمة حمزة، هذا وثقوا تقرير الخبراء، مش مجرد انتباع. شوفوا معايا هذه صورة القاطرة، صورة الحقيقية للقاطرة. شوف الأجزاء معايا متاع القاطرة. القاطرة فيها أربع أجزاء: حجرة الهواء ونظام مكافحة الحريق اللي فيها خزينة الشبكة الكهربائية، حجرة القيادة، المحرك، حجرة التبريد والتهوئة، اللي هي أربع أجزاء تحرقت في نفس التوقيت حسب ما يقول التقرير وبسرعة في التنفيذ. علاش قلنا بطريقة ممنهجة؟ لأنه سكب البنزين وحرقها تم كل واحدة على حدي حمزة. علاش؟ لأنه اللي حرقها يعرف أنه كل جزء مفصول بجدار عازل للنار حمزة. يعني بين كل بيت وبيت فما حيط ما يعديش النار. بالضبط، معناها اللي حرقها يعرف انه كي مثلا مش يصب البنزين في الحجره الاولانيه ماهوش باش تتعدى الحريق في الاجزاء الاخرى، هو حب يحرقها الكل. بالضبط، وهذا وثق التقرير انه العمليه كانت بغايه حرقها بالكامل. النقطه الثانيه حمزه، الماده اللي تم استعمالها في الحرق، المادة مش بنزين، هي مادة شبيهة بالبنزين. بالضبط، التقرير يقول هي مادة شبيهة بالبنزين، وهي زادة تختارت مش بطريقة اعتباطية حمزة، لأنه بعض الأجزاء متاع القاطرة هذية مصنوعة بمادة معينة. البنزين ربما، مش ربما، حسب تقرير الخبراء ما ينجمش يحرقها بالكامل. وهذا باش يأكد هنا الأستاذ فاضل الحميدي. وكلها مغلفة بالألمنيوم اللي يتحمل درجة حرارة 660 درجة حرارية، بحيث ما نصورش هي ثلاثة إترات هذوما كي تلوحوا في فتران يطلعوها الحرارة 660، صعيب يس، لأنه يعني ثلاثة إترات إسانس تيش ترى يمشي في الريح. ويبدو لي أن ماهوش إسانس اللي وقع استعماله، هو أقوى من إسانس، يعني مادة خاصة شريعة الالتهاب، لأنه في لحظات راهو طلع 660. هذه زادة تخلي شك، وأن ثلاثيتات القاهم عند المنوب نجيب ما عمرهم ما كانوا هذوكم نجم، حتى ولو حلولوا التران ما يحرقوش. وذيك علاش حمزة للأسف القاطرة تحرقت بالكامل كما باش نشوفوا في الصور هذه صورها أتلفت بالكامل، درجة أنه حتى جزء منها ما تم إصلاحه. وكان ذلك الهدف ربما أن تتحول إلى كومة من الخردة، ما يبقى منها حتى شيء. شكرا جزيلا مروة، الأمور كانت ممنهجة ومخططة، وهذا ثابت من تقرير الخبراء. معاينات الخبراء بدأت بالحريق وتفاصيله انطلاقا من الأجزاء اللي تحرقت في القاطرة. أول استنتاج باش يوثقوا تقرير الخبراء اللي عينتهم المحكمة الابتدائية بقفصة، وتحصلنا على نسخة منه، أنه القاطرة تحرقت بطريقة مخططة وبمنهجية. هذه صور القاطرة كما وثقها تقرير المعاينات الفنية، تبين أربع نقاط تصب فيها ليسانس كما تشوفوا في الرسم هذا، في حجرة الهواء ونظام مكافحة الحريق
حجرة القيادة والمحرك وحجرة التبريد، وهي نقاط يستنتجوا الخبراء أن اختيارها مقصود. وقد تم تنفيذ ذلك حسب تحرياتنا بالنقاط الأربعة في نفس الوقت بطريقة منهجية وفي زمن قصير مع سرعة التنفيذ من أطراف مجهولة تفوق تقريباً النفرين. والتقرير نفسه يأكد أن العملية هدفها إتلاف القاطرة بشكل كلي. إن سكب كمية من المادة سريعة الالتهاب الشبيهة بالبنزين في المواقع الأربعة جاء بنية مبيتة لحرقها بالكامل وإتلافها لمنع إصلاحها. ثم نترى هذا يقول القائل ما هوش وحده في الباص التران هذا، معاه زوز روس أخرين، علاش ما حرقوه كان هو هالمسلوب؟ فهمنا لأنه في عيب، وهم شكون عنده مصلحة باش يذوبوا. عملية التنفيذ يظهر حسب التقرير نفسه أنه سبق وتخطط لها وتنظمت مسبقاً. الماكينات هذوما الجدد اللي جايبينها معناها نورمالمون فيهم نظام سكيورتي، فهمتني؟ اون برانسيب معناها فهمتني فيهم نظام سكيورتي. تم سحب القاطع الكهربائي يوم 14 ماي، وتم حرق القاطرة يوم 15 ماي. يعني أنت كي تسمع هكا شنو باش تقول؟ يعني عملية شبه مؤامرة، عملية مدبرة. أولاً باب القيادة مش ممكن أنه يبات محلول على اعتبار أنه تعليمات الإدارة تقتضي أنه يتسكر يومياً، وهذا إجراء جاري به العمل من سنوات. والمفتاح لازم يحتفظ به المسؤول الأول للمغسلة. اللي أكده الخبير وأنه أن القاطرة الباب بتاعها مش مخلوعة. يبدأ واحد براني ما هوش مثل من مؤسسة باش يخلع الكوبة ويدخل ويحرق، فهمنا ولا؟ هذا واحد. ثم اثنين، الباب القوة السلامة ايش معناتها؟ معناتها الباب تحل بمفتاح. هنا بالنسبة إلى المتهمين الثلاثة هذم لا علاقة لهم لا بالشركة ولا بالمفاتح. وبما أنه الأبحاث ما بينتش أن غرفة القيادة تخلعت، والمعاينات أثبتت أن جهاز الإطفاء الذاتي الموجود فيها تم تعطيله، يعني الحرق كان إما محتفظ بالمفتاح أو أن الغرفة ليلتها ما تسكرتش على خلاف التعليمات. هو مفروض البحث يتركز وينطلق من المفتاح، إيش كون ما عند المفتاح، عند السائق ولا أنا عند المسؤول على السواق أو الإدارة المكلفة بخزن المفاتيح. تزامناً مع التقرير هذا، الأبحاث الأمنية باش تأكد أنه تركيز كاميرات المراقبة هو زاد فيه شبهة، بما أنه اللي ركزها اتعمد أنه يوجهها بعيد على القاطرات، حسب ما توثق بواحد من محاضر المعاينات الأمنية اللي يذكر زاد أنه أسلاك الكاميرات ما كانتش موصولة بآلات التسجيل. تقرير الخبراء يقول ساعة لجال وعاين المكان يقول بكونه الكاميرا مهزوزة لفوق متلفتة للسماء، ما هيش متوجهة للمكان القاطرات، متوجهة لفوق، يعني بفعل فعل، يعني هذه مؤامرة أرادوا التخلص من هذه القاطرة. معطيات خلت الأمن يأكد أن المجرمين قاموا بأعمال تحضيرية سبقت عملية التنفيذ. المعطيات هذه توحي بفرضية أنه اللي افتعل الحريق على دراية كاملة بالتفاصيل الإدارية داخل المغسلة عدد 3، واختياره لوقت شقان الفطر يوحي بأنه يعرف مليح أنه الحراس ما همش بش يكونوا على عين المكان وقتها، بخلاف الطريقة اللي تم بها الحرق واللي تبين زادة معرفة كبيرة بالقاطرة وأجزائها. لكن علاش فما شكون يحب يحرق القاطرة هذه بالذات؟ اللي عرفناه أنه القاطرة هذه عليها شبهات كبيرة في إطار صفقة اقتنائها. هي القاطرة عدد 123، واحدة من بين 7 قاطرات اقتنتهم شركة فوسفات قفصة في إطار صفقة صحتها مع واحدة من الشركات البلجيكية في 2 ديسمبر 2014. الحقائق الأربع تحصل على نسخة من الصفقة اللي تقدرت قيمتها الجملية ب9,334,000 أورو، أي قرابة
35 مليار توينسي. هذا هو سعر القاطرة اللي تحرقت كما هو موثق في الصفقة، وكما تشوفوا سوم القاطرة الوحدة يقرب من 4 مليارات. القاطرة دخلت الإقليم الشركة بالمتلوي وتحديدا للمغسلة عدد 3 بتاريخ 26 ديسمبر 2018. الغريب أنها عمرها ما هي باش تخرج من المغسلة عدد 3، يعني القاطرة هذه كي غيرها المفروض أنها تجر العربات المعبية بالفوسفات من المغسلة في اتجاه المجمع الكيميائي بالمظلة، تفرغ الفوسفات وترجع للمغسلة. لكن الشركة وحسب تقرير داخلي تحصل الحقائق الأربع على نسخة منه توثق أنه القاطرة هذه ما خدمت كان 235 ساعة في عامين، وما مشيت كان مسافة 300 كيلومتر في مرحلة اشتغال اختباري. هالقطار شروه هما في عام 18 حتى تحرق في 1520، خدم 235 ساعة، أي ما خدمش حتى 10 أيام. علاش؟ لأنه غير قادر على القطر، وهو قاطرة. المفروض هو شنو قوته؟ قال شيء 50 فقونة. الراجل معناتها هم يحطوا الفقونة الخامسة هو يقعد غادي كل مشلول. والأغرب أنه مهمتها كانت تقتصر على جران العربات الفارغة اللي يرجع بها القطار من المجمع الكيميائي، وكانت غير مؤهلة لجر عربات معبية بالفوسفات، وذاك علاش عمرها ما خرجت من المغسلة عدد 3. جربوهم مرة، كنت متواجد، قاموا بتجربة قاطرة من هؤلاء القاطرات بأربع عربات، قاموا ربط 4 عربات وقاموا بتعبيتهم، ولكن لم تستطيع جر 4 عربات. قعدت باتيني محسوب فوق السكة، ما قدرتش تجر 4 عربات. يعني ما هذا ما أثار الجدل بكونها هذه الصفقة صفقة فساد. تقرير المعاينات الفنية للخبراء اللي استجبوا تقنيي الشركة باش يأكد أنه حتى حد فيهم موقع تكوينه للقاطرة الجديدة هذه. لم يقع تكوين نخبة من الأعوان التقنيين عند تسلم القاطرة، ولكن هنالك وعود لذلك حسب تصريح المسؤول التقني، وخاصة في مجال الشبكة الأوتوماتيكية للإطفاء. قاطرات هذم لازمهم تكوين خاص، مش أي حد نجم يسوقهم، هذاك علاش نفس الصفقة تتضمن بند خاص بالتكوين، وبطبيعة الميزانية ترصدت، لكن التكوين عمره ما هو باش يصير. الرئيس متاع سواق القاطرات على ذم النوع هذا يقول لي هو عنده سائق واحد يعرف يسوق. يمكن توا راكم فهمتوا علاش القاطرة هذه بالذات هي اللي تحرقت، وعلاش الحريق ما يكون كان مدبر بإتقان. وهذا اللي باش يأكدوا رئيس الجمهورية في اجتماع المجلس الأمن القومي، واللي أكد فيه أنه فما شبهة فساد في صفقة شراء العربات اللي تقال أنه ما هوش ممكن استغلالها على السكة الحديدية الموجودة. في وقت من الأوقات تم استجابة جملة من العربات قيل أنها ليست الملائمة للسكة الحديدية. في أي دولة يمكن أن يقع هذا لولا الفساد المستشري اللي العربات موجودة؟ الأبحاث الأمنية باش تنتهي بتاريخ 27 ماي 2020 بإلقاء القبض على مشتبه فيه رئيسي وإدراج زوز أخرين في التفتيش. فشكونوا هالموقوف؟ وهل بالفعل هو واحد من العاملين بالشركة اللي عندهم علاقة بالصفقة هذه؟ يا ربي هالكارثة، يا ربي قدر الخير، يا ربي الشر، يا ربي يا ربي كن معي. ألو ألو في الأزهر، أجري أجري أجري، الآن سون فانترواد حرقت. من دار الأزهر للمغسلة مسافة 1/4 ساعة. أول مخلط القى الحماية المدنية على عين المكان، قايق من بعد باش يتم إطفاء الحريق. 12 يوم من بعد
الأمن يلقي القبض على أكثر من طرف، منهم واحد من العاملين في الشركة. لكن أيامات من بعد باش يلقي القبض على شخص آخر من أصيلي الجهة. الأربعاء 27 مايو 2020 6 متاع الصباح تقريباً، منطقة راس الكيف. السوق الأسبوعي متاع الغنم مناصب كما العادة، وذك علاش نجيب شد ثنيته على بكري للسوق باش يبيع الغنم متاعه. فجأة كرهبة أمن الدوبل عليه وتوقفوا. شفما لاباس؟ تعال شفما في المركز. ما هو فاهم شيء من اللي صار، نجيب باش يطلع مع عناصر الأمن اللي باش يهزوه المركز القصر بقفصة. في المركز باش يعرف نجيب أنه هو المتهم الرئيسي في حرق قاطرة الفوسفات بالمظلة. أما شكون نجيب وعليش باش يتهموه بحرق القاطرة؟ نجيب هو فلاح بالجهة، كان حكاية مع أكثر من موظف في الشركة أنه احتجاجاً على عدم تمكينه من رخصة بيع العلف باش يحتج هو وإخواته بإشعال العجالي في الطريق متاع الكوبانية، وهذا اللي ما أنكروش نجيب في الأبحاث. نجيب عبد النيابة متاع علف، مطلب متاع النيابة متاع أعلف، نهارتها قالوا له راهو سيء النيابة مش هكاك، غش مشى باش يحبس بوست تروازي، مش هكاك، مشى افطر في الدار، خرج من حي النسيم من البلاصة اللي افطر فيها 8:30 باش يحبس البوست متاع تروازي اللي هي تبدا 10، خدام لقوه ناجي لقوه غادي وحبسوا له وحكوا معاه وقال لهم راني باش نحبس، راهو مشوا بالسرقة، راهو في الطريق في البلاصة اللي تتعدى منها الكار باش يحبس البوست متاع تروازي. هو مواطن مشى لأقرب بقعة وقف قعد فيها غادي وحرقك عجالي باش يشوفوه يقولوا ها وفولد فلان هاونو معناتها بسكتش كي ظلموه هاونو معناتها عبر وحرق العجالي ومنعهم باش يخدم. هذه هي الخرافة، لا علاقة له بالقاطرة أطلاق، يلقى روحه من حرقان العجالي الحرقان القاطر. في البحث الإداري اللي تعمل وسط إقليم الشركة بالمظيلة، المسؤولين يأكدوا أنه الحريق متاع العجالي اللي عملوا نجيب وإخواته في الطريق يبعد ما يقارب الكيلومتر على مكان الحادث. وهاي بلاصة العجلة الأول، هاو نجيب شعل العجلة الأول لهنا، وهاو سيدي الموقع متاع العجلة الثانية لهنا، واللي هو معترف بكونها هز زوز إطارات مطاطية وقام بعملية احتجاجية في هذا المكان. وشوف سيدي تحب تتبع لي أتفضل معايا الفرقة واش تقول ولا التقرير اش يقول على بعد 400 متر. شوف سيدي شوف المسافة قداش تبعد، ها على عينك حوالي زوز كيلومتر تبعد البلاصة على القطر، تحب نكيلوها حتى بالمتراج نكيلوها. وقت بديت العجالي تشتعل الساعة وقتها كانت 8 والدرج، والحماية قاعدة تطفي في القاطرة اللي بدأت تتحرق فعلياً حسب معاينات الخبراء 7:35. وصلت الخبر بكله للإدارة العامة المدير العام على تقريباً 8:30، قلوا بعد ساعة تلفتنا نشوفوا في النار تشعل في الرامبوان غادي بعيدة على موقع الحراسة خاطر عندنا صور نحن. المناوب متاعي باش يقتل البلاصة خلطت لها وحسب ما جاءت تصريحاته 9:45 وحرق حاضر في روحه حط شوية حطبه وتعجالي كذا في 9:30. من هنا المسؤول على الحراسة كلمني شيف سياج قال لي أخرج بالكهرباء أنت والعوال الحراسة وشوفوا واش يلعب في الكسر غادي. مشينا نقول ذي يا غيف مسكين سبحان الله، عرضني كما قلت له نجيب شبيه قال لي نحوس على الخدمة. والله وراس اختي كان قلت له كلمة كبيرة، قلت له ترى شاعل وانت تحوس على الخدمة؟ قال لك مسكينة تصدم وقال له نعم. إذا بالوقت وبالتوقيت مستحيل أن يكون هو حرق القطار. فريق الحقائق الأربع تحول على عين المكان وحكينا مع أكثر من شاهد عيان.
أغلب شهادات الناس اللي تقابلنا معاهم يحكيوا إنه نجيب إنسان بسيط جداً في التفكير، بعيد كل البعد على نشاط الكبانية ومجال الفوسفات ككل. هو فلاح مختص في تربية الأغنام وقت نشوب الحريق. نجيب كان في الحومة، وهذه شهادات توثقت لدى القضاء. وزيد تقرير الخبراء كما كنا حكينا يحكيوا على سرعة في التنفيذ ومنهجية كبيرة في عملية حرق القاطرة، بما يستبعد الشبهة على هذا الفلاح البسيط. عرفتك توقيت قبل الأذان، ريتوا مع 7 درجين والبعض، قعدنا من باك الدرجين نحرف الوقت ودخلنا الناس كلها قبل الأذان تاع 5 دقائق. ومن بعد عملنا مفترض كذا 4 ساعة 14 خرجت نعمل في سيجار وانا والولاد. زيد جاب الكهرباء وقعد بحذانا شويه حكينا، تفاجئنا معناها كيفاش هو معنا موقفين على حكايه كيف هناك، وحنا معنا شفناه في الحومه. فهمتني؟ عائلة نجيب اليوم تقول انه دليل براءة ولدهم موجود في المعاينات متاع الهاتف الجوال متاعو، اللي ممكن تحسم الامر بخصوص تواجده على عين المكان ساعة الحادث. نجم خرج له وقت لتحرق التران هو وحكم عليه. حاجتنا بالتسخير التليفون تسخير المكالمات نجيب وقت لتحرق التران بالضبط، الوقت اللي حتحرق في التران هو وين متواجد. خرجون باش تقول لي راه متواجد 8 و9 ولا 9 ونص، نجيب راه يقول لك ما غادي متواجد، ماهوش ناكل، قال لك راني متواجد 9 ونص. 3 سنين تعداوا على حادثة حرق القاطرة، ولليوم الملف ما زال مفتوح. والمتهم الرئيسي نجيب تحكم عليه ابتدائياً واستئنافياً ب10 سنين سجن و12 سنة في حق أخواته الاثنين الفارين. أحكام تبقى في انتظار التعقيب، اللي ربما يراجع رواية أذهلت كل الأطراف في علاقة بحرق القاطرة 123. ومع هذا الملف اللي ما زلنا متابعينه على أمل أنه تكشف كامل أسراره في قادم الأيام، نوصلوا إلى نهاية حلقتنا بالنسبة لليلة. شكرا للجميع على حسن المتابعة والاهتمام، على أمل لقاكم في ملفات جديدة للحقائق. ليلتكم زينة، صباح الخير.